كهربا يعتزل وجماهير الزمالك هتدفع الغرامة. تصريحات مثيرة من الكابتن حسين لبيب والكابتن عدلي القيعي عامل مشاكل مع جماهير الزمالك. السلام عليكم واهلا بكم في قناتنا المتواضعة. قبل ما اكلمك في الفيديو والتفاصيل يا ريت تعمل لايك للفيديو ده وتعمل شير للفيديو وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنخش في المواضيع على طول وهنسمع تصريحات الكابتن حسين لبيب. اسمع سريعا قبل ما اخرج فاصل، هتعمل ايه بغرامة كهربا؟ انا عارف ان حضرتك قلت انك لا يعني مش موافق على تخصيص غرامة كهرباء او عقوبة كهرباء. هو ده ردي للمرة التانية، كهرباء اخطأ في حق النادي الزمالك، لو المحكمة ادتني هذا الحق ان شاء الله هخسر فلوس كلها، لازم اخد فلوس كهرباء. بس كابتن فاروق قال وجهة نظر تانية، قال لك ان هو التقسيط بالنسبة لنا احسن عشان ناخد فلوسنا، لان كهرباء ممكن يقول لك انا هعتزل ومش هغريك هعتزل. والله ابقى فرحان جدا، انا بقى هبقى فرحان. الشر 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 يا فندم، واحد اخطا انا هساعده، يعني واحد اخطا في حقي كنادي انا هساعده ليه؟ اسف ليه؟ يعني دي مالهاش دعوه، ممكن ما تاخدوها، مالهاش دعوه بقى. يعني ممكن يعتزل وما تاخدوها، دي اذن حضرتك. ممكن انا بطرح وجهه النظر بقى، يعني يعتزل وعملوا له ماتش اعتزال 24 رات، بس انا هاخد حقي تمام. عايز يعتذر يبقى خلاص، وما تاخدش 2.5 مليون، ما تاخدش 2 ان شاء الله قادرين، ده جمهور الزمالك هيدفع. واتحدى جمهور الزمالك يدفع. كل الاحترام والتقدير للكابتن حسين لبيب، لكن عايز افكره ان الزمالك في مشاكل اكبر من مشكله كهرباء والغرامه. الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا. اتمنى من الكابتن حسين لبيب انه يكون مركز واخد قراره في المشاكل دي زي ما واخد قراره في موضوع كهرباء. نسمع بقى تصريحاته عن انضمام احمد فتوح للنادي الاهلي وهل يقدر يجيب لعيب من الاهلي. اسمع، علاقتك باللعب من كل احترام، علاقة الزمالك بالاهلي هتكون يعني افضل قليلا الفترة الجاية، افضل كثيرا طول ما هو كل واحد بيحافظ على حقوق ناديه وما بيجرحش في النادي الاخر. هتعملوا هدنة في قصة مين يخش على لعيبة مين، ولا الهدنة دي هتبقى بعد فتوح؟ ده ان شاء الله فتوح هيبقى في الزمالك ويمكن ناخد لعيب من الاهلي. الناس كمان تاخد عن ملاوي كمان ولا ميسا تخلينيش ايه اخطف. الكابتن حسين لبيب بيقول ان فتوح ان شاء الله باقي في نادي الزمالك وانه يقدر يشتري لعيب من نادي الاهلي. انا شايف ان الكابتن حسين لبيب مهتم جدا بالتصريحات الانتخابيه اكتر من انه يركز في مشاكل نادي الزمالك زي ما قلت لك. يعني الزمالك في ظل المشاكل الماليه دي هيقدر يشتري ازاي لعيب من النادي الاهلي؟ وفين اللعيب اللي تقدر تشتريه من النادي الاهلي وتدفع له اكتر من اللي بياخده في النادي الاهلي؟ فاتمنى الكابتن حسين لبيب يركز في مشاكل نادي الزمالك ويركز في الحاجات اللي هيقولها في الفتره دي، لان اي تصريح هيطلع من الكابتن حسين لبيب فهيتاخد عليه بعد ان شاء الله لو نجح في الانتخابات. فاتمنى ان ما يبقاش في تصريحات انتخابيه كتير الفتره اللي جايه، لان كله هيركز مع حضرتك وكله هياخد تصريحاتك دي لبعد الانتخابات عشان يواجهك بيها. فاتمنى من حضرتك انك تكون مركز في مشاكل الزمالك اكتر من التصريحات الانتخابيه. تعال بقى نشوف تصريحات الكابتن عدلي القيعي عن محمود عبد الرازق شيكابالا وعن مشاكل نادي الزمالك مع اللعيبه. اسمع، وانا بقول لهم والله عندكم حق، بس كنت افهم غضبتكم. طب ده لعيب كان عندكم وشتم النادي المنافس، فين غضبتكم في لعيبتكم اللي تفت عليكم واللي شتمتكم واهنتكم وعاملينهم اساطير؟ هو ده لعيب عندي، واخد بالك؟ فين؟ وانت بتقول دي بقى، وانا كمان مش موافق على فلان ابني اللي شتمني، لكن لما يكون ابنك عندك وتعامله بصوره، هو قبل كده اللي رفع لك الجنب هو اللي شتمك واللي مسك واللي الكابتن عدلي القيعي ذكر ان في لعيبه من نادي الزمالك تفت على الجماهير واتخانقت مع الجماهير، وفي لعيبه احنا عاملينها اساطير شتمت ورفعت الجزمه للجماهير. كلنا عارفين ان الموضوع ده خاص بمحمود عبد الرازق شيكابالا، وان الفيديو او الصوره المنتشره لشيكابالا في وجه او في وش جماهير نادي الزمالك ده فيك وكلنا عارفين. فاتمنى من الكابتن عدلي القيعي انه ما يخشش في مشاكل مع سوشيال ميديا نادي الزمالك، وان هو لو عنده فعلا دليل ان شيكابالا رفع الجزمه لجماهير نادي الزمالك يطلع علينا بالفيديو ويوريه لنا، لان الصوره تقدر اي حد يعملها. يعني انا اقدر اعمل لك صوره والكابتن عدلي القيعي رفع الجزمه في وش جماهير النادي الاهلي. فاتمنى ان الاستاذ عدلي القيعي ما يخشش في مشاكل مع جماهير نادي الزمالك. وفي نقطه ثانيه حابب اضيفها للكابتن عدلي القيعي بمناسبه الاساطير اللي احنا عاملينهم اساطير. اتمنى من الكابتن عدلي القيعي يقول لنا رايه في مشكله الكابتن حسام غالي، اللي واحد بيتحط دلوقتي انه ممكن يكون
رئيس النادي الاهلي القادم، واحنا عارفين طبعا مشكله كابتن حسام غالي مع جماهير النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي، وشفنا الخناقه اللي حصلت، والكابتن حسام غالي بيشتم في جماهير النادي الاهلي، وجماهير الاهلي بتشتم في الكابتن حسام الغالي، والكابتن حسام غالي اعتزل في النادي الاهلي وبطل في النادي الاهلي، وكل حاجه بتترتب له دلوقتي عشان يكون رئيس النادي الاهلي ويتعمل اسطوره. هل ده مش زي اللي احنا عملناه اساطير، ولا هو الكيل بميكيالين عند حضرتك؟ فتمنى الكابتن عدل القيعي ما يركز مع السوشيال ميديا نادي الزمالك، لانه هيحط نفسه في حته هو مش هيقدر عليها. كنا زمان بنقول ان حضرتك بترد على تصريحات قناه نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور، دلوقتي حضرتك مش لاقي حاجه تعملها فبتجيب السوشيال ميديا وترد عليها، وحضرتك طبعا بتقول اي كلام يرضي جماهير النادي الاهلي. لو مع حضرتك دليل او فيديو ان شيكابالا رفع الجزمه في وش جماهير نادي الزمالك طلعه، ولو مع حضرتك دليل تقدر تقول لي بيه ليه الكابتن حسام غالي بيتحضر يكون رئيس النادي الاهلي مع انه شتم واتخانق وعمل كل حاجه مع جماهير النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي، وكلنا شفنا الواقعه، لو حضرتك عايز انزل لك الفيديو هنزله لك، فاتمنى من حضرتك ترد على الناس وتقول لهم ليه الكابتن حسام غالي اللي شتم واللي زعق واللي اتخانق هيبقى رئيس النادي الاهلي القادم. شكرا لحضراتكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو قادم. سلام.